هذه فرصة ضربة جزاء، ضربة جزاء لفائدة فريق اتحاد طنجة. وقلت هذا هو السيناريو يمكن أفضل لفريق اتحاد طنجة، هو أنه يكون هناك إن شاء الله هدف قبل إصدار الستار على الجولة الأولى، وحنا كنلعبوا أقل من دقيقتين على نهايتها. كانت فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة، وبالتالي المدافعين ديال فريق إليكسبور التشادي يسقطون الآن في 4 دور. وضربة جزاء يعلن عليها الحكم محمد عادل السعيد، ولاحظوا مراوغة ممتازة لعب كبير الوادي، خطأ واضح وضوح الشمس حتى الاحتجاجات الآن يمكن نقول أنه ما عنده حتى شي مبرر على أين ضربة جزاء لفائدة فريق اتحاد طنجة. عمر العرجون الآن هو اللي كيساعد لتنفيذ هذه ضربة الجزاء. عمر العرجون فرصة من أجل تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة، وغادي يكون عنده انعكاسات كثيرة إيجابية على الفريق. الآن الحكم المصري دائما كيطلب من اللاعبين التشاديين وكذلك من الفوزير أنه يكون يبعدوا على الخط ديال المستطيل العمليات. العرجون الآن كيستعد تركيز تام أمام أدوم ديفالا. العرجون 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 الهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة. عمر العرجون